اهلا بكم في حلقة جديدة من سينما ميكرز، والنهاردة هنتكلم عن المخرج المصري الرائع صلاح ابو سيف. في 10 مايو 1915 ولد صلاح ابو سيف في قرية الحومة في مركز الوسطى في بني سويف، وابوه كان عمدة القرية وامه كانت قاهرية متعلمة رفضت ان هي تعيش مع ابوه ومراتات ابوه الكتير وتعيش في الحياة الريفية دي، فخدت ابنها وراحت عاشت في القاهرة مع اخوها في حي بولاق، وكان ساعتها حي بولاق ده مركز للمقاومة ضد الإنجليز، فكان خاله اللي هم عايشين معاه من الناس اللي في المقاومة دي، وكان على طول بيتقبض عليه وكل شوية يروح في موضوع المقاومة، فده أثر عليه جدا في حياته بعد كده وفي الأفلام اللي بيعملها. بعد كده صلاح أبو سيف دخل مدرسة التجارة المتوسطة، ومنها راح لشركة النسيج في المحلة اللي كانت طبعا حاجة مهمة جدا ساعتها، وهناك بقى كان بيدرس على جنب الصحافة الفنية والسينما والدروس بقى كل حاجة تخص السينما زي علم النفس والفلسفة والتصوير والأفلام نفسها، وهو في السينما أخرج بعض المسرحيات لفريق من الهواة جوه الشركة. وهناك بقى قابل المخرج الكبير نيازي مصطفى اللي كان جاي يعمل فيلم تسجيلي، فقابل صلاح أبو سيف واندهش من معلوماته ومعرفته بالسينما، فقال له ووعده إن هو هياخده معاه لاستوديو مصر في القاهرة، وفعلا خده معاه لاستوديو مصر في القاهرة واشتغل في المونتاج هناك، وقعد 10 سنين تقريبا رئيس لقسم المونتاج في استوديو مصر. وهناك قابل المخرج كمال سليم واشتغل معاه مساعد مخرج في فيلم العزيمة سنة 1939، وهو أول فيلم واقعي في تاريخ السينما المصرية. الأفلام قبل الفيلم ده كانت أفلام معظمها ما فيهاش واقعية، الفيلم العزيمة ده كان أول فيلم واقعي، وده كان ولادة بقى صلاح أبو سيف كمساعد مخرج. وبعد كده راح فرنسا عشان يدرس السينما هناك، ولكن رجع تاني بسبب الحرب العالمية التانية. في 1946 بقى صلاح أبو سيف عمل أول أفلامه دايما في قلبي، وده كان فيلم مقتبس عن فيلم ووترلو بريدج، وبعدها عمل فيلم الصقر كان في إيطاليا تصوير الفيلم ده سنة 1950، وده هناك بقى اتأثر جدا بطيار الواقعية جديد في السينما الإيطالية، وده كان هناك طالع مع بعض الحرب العالمية، الأفلام كانت فيها طيار من الواقعية شديدة جدا، فهو اتأثر بده جدا وقرر انه ينقله للسينما المصرية. ففي 1951 عمل فيلم لك يوم يا ظالم اللي رفض المنتجين ان هم ينتجوه وما لقاش حد يعمله الفيلم خالص، فقرر ان هو يبيع عربيته ويبيع ذهب مراته وراح عمل الفيلم، والفيلم نجح جدا في شباك التذاكر وفي النقاط. بعدها بدأ الانفجار الابداعي بقى لصلاح ابو سيف وطيار الواقعية المصري اللي اتبنى على ايده، وعمل افلام بقى في الفترة اللي بعدها هي دي اللي حددت مسيرة صلاح ابو سيف، زي في 1956 شباب امرأة طبعا مع تحية كاريوكا وشكري سرحان، والفيلم ده طبعا كان فيلم ناجح جدا وشهر تحية كاريوكا كممثلة بشكل شديد جدا. من بعدها عمل 1957 فيلم لا أنام، وفي 1959 بين السماء والأرض، ده كان أول فيلم ليه مقتبس عن نجيب محفوظ واللي هما كانوا بعد كده أصحاب جدا، والفيلم طبعا من الأفلام الجميلة جدا في السينما المصرية، وبرضو عمل ضجة برا مصر، واللي بيحكي قصة أشخاص محبوسين في أسانسير من كافة طبقات المجتمع، وبعد بعد كده بيقف فيهم بقى الأسانسير فبنشوفهم حرفيا بين السماء والأرض. وطبعا ده الفيلم اللي بعد كده بقى اتعمل أفلام تاني زيه كتير عن مجموعات من الأشخاص محبوسين في مكان. في 1960 عمل فيلم بداية ونهاية، وفي 1966 عمل فيلم القاهرة 30، وده واحد طبعا مش محتاج أقول لكم عن فيلم القاهرة 30، هو من أنجح الأفلام برضو في تاريخ السينما المصرية، وكان فيلم سياسي جدا وفيلم ساخر جدا، ولكن في نفس الوقت هو فيلم بيعكس الواقع القاسي جدا في مصر ساعتها. في 1967 عمل فيلم الزوجة الثانية اللي احنا عملنا عنه فيديو هنا، وده من أروع أفلام سعاد حسني ومن أروع أفلام صلاح أبو سيف، وعكس بقى الحياة في الريف المصري والفقر والجشع اللي موجودين. وفي 1991 عمل فيلم المواطن المصري. صلاح أبو سيف في الفترة القليلة دي كلها يعمل الأفلام الرائعة دي كلها، فعلا كان عنده انفجار إبداعي شديد جدا. صلاح أبو سيف كان بيقعد في مقاهي وسط البلد بتاعة المثقفين، فقابل نجيب محفوظ هناك، فالمهم كان معجب جدا بروايات نجيب محفوظ وقراها كلها تقريبا، فقعد يتكلم معاه قال له انت بتكتب بطريقة السيناريو في رواياتك، فقال له انا عمري ما كتبت سيناريو ولا بعرف اكتبه، قال له طب خلاص اعلمك. ومن بعدها فعلا قعد معاه صلاح أبو سيف وعلمه ازاي يكتب سيناريو، وكان بداية شراكة بقى شديدة جدا ما بين صلاح أبو سيف ونجيب محفوظ، اللي عملوا 15 فيلم بعد كده مع بعض وفضلوا أصدقاء حتى نهاية حياتهم. ويعتبر صلاح أبو سيف هو اللي اكتشف نجيب محفوظ سينمائيا. طبعا صلاح أبو سيف كان عنده معرفة شديدة جدا بكل مراحل عمل الفيلم، فهو مثلا شارك في كتابة
سيناريوهات وأفلامه كلها تقريبا، وكتب 14 فيلم، ده غير ان هو أخرج 39 فيلم. الناقدة الألمانية إريك ريتشر قالت عن صلاح أبو سيف: هو أستاذ الواقعية في مصر، وأفلامه هي العمود الفقري لهذا الاتجاه في مصر، واستطاع من خلالها أنه يواجه الأفلام اللاواقعية بأفلام ذات مضمون شعبي وإنساني، وأصبح محرض وسبب لتقدم السينما في مصر. صلاح أبو سيف استطاع أن هو ياخد السينما المصرية لعالمية، فأفلامه تعرضت في كان وفي برلين وفي موسكو وفي كل المهرجانات الدولية تقريبا، شارك في 50 عمل فني، 40 منهم أخدوا جوائز، وده اللي خلاه واحد من عمالقة السينما المصرية. أسلوبه كان الواقعية الشديدة جدا في التفاصيل وفي الديتيلز وفي كل حاجة، ولكن ممزوج بالسخرية والرمزية، وكانوا أسلوبه فعلا بيتميز بالذكاء والمكر الشديد جدا في أنه يحط التفاصيل اللي بتشرح قصته فين في الفيلم. أفلامه برضو كانت متعددة المعاني، وكانت واقعيته قاسية جدا. سينما صلاح أبو سيف كانت مغروزة في أعماق حياة الإنسان البسيط والعادي والحياة اليومية للبشر البسطاء وصراع الظلم والعدل. الواقعية في أفلام صلاح أبو سيف ما كانتش مجرد ديكور حقيقي جدا أو لوكيشن أصلي أو حتى الاهتمام الشديد باللبس وتفاصيله أو حتى لهجة الممثلين، ولكن كانت أيضا تعني أن رؤية الواقع كما يكون بدون تزييف أو تلاعب. آخر أفلام صلاح أبو سيف كان السيد كاف سنة 1994، بعدها تأثر جدا بمرض قديم كان عنده، وتوفي صلاح أبو سيف في 22 يونيو 1996. صلاح أبو سيف مات في الواقع، ولكن هو أكيد هيفضل عايش في السينما وفي أفلامه اللي خلقت واقع موازي للي احنا عايشين فيه، وفي طيار الواقعية السينمائية اللي هو كان الأب الروحي ليه وأبرز أعمدته. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.